بسم الله الرحمن الرحيم، احنا النهارده هنتكلم على طريقة تسمية الملفات في الكود البريطاني اللي هو الـ PS 1192 2007 أو PS 1192 2 2013. الموضوع سهل وواضح يعني في طريقة التسمية. الاسم بيتكون من كذا جزء وبينهم خط أو فاصلة، يعني بقول له مثلا انا الـ SC1 شرطة SFT شرطة F1 شرطة 01 شرطة M3 شرطة A. فاللي بيقرا الملفات متعود بيعرف ان انا بتكلم على مشروع اسمه كذا، الاورجانيزيتور بتاعه اسمه كذا، الفوليوم او السيستم او الزون اسمه كذا. تعال نقسم كده الكلام. هقول له ان اول حاجة انا هبدأ بيها اسم المشروع او الرمز بتاع المشروع، ممكن يكون هنختصره مثلا بحرفين، هي هنا من حرفين لست حروف، ومثلا يبقى مثلا ايه مثلا. وبعد كده شرطة الاورجانيزيتور او المنشئ المشروع، وبعد كده بقى شرطة، بعد كده بقول له الزون اللوحة دي بتاعت انهي زونة، وبعد كده شرطة، وبعد كده الليفل او الدور المستوى بتاعي ده 01 ده الدور الاولاني، ده جي ار، ده جراوند، وهكذا. وبعد كده نوع الشرطة، وبعد كده نوع التايب، الكود اوف تايب، يعني مثلا الملف ده هيبقى ثنائي او ثلاثي الابعاد او ملف ريندر زي ما انا عايزه. وبعد كده رول، ده اللي هو اللوحة ديت هل هتبقى معماري انشائي كليشيهات. وبعد كده شرطة كلاسيفيكيشن، كود اوف ريفرنس اسيت يوني كلاس، ودي ليها جدول برضو، تمام. وبرضو في جدول للرول، يعني الاختصار مثلا بتاع الانشاء ايه، اختصار بتاع الكلاسات ايه، اختصار الحصر ايه. ان شاء الله تلاقيها في مجلة بيم ارابيا بالتفصيل الحاجات دي كلها. وبعد كده شرطة الموافقة، وبعد كده شرطة الريفيجن، تمام. دي الاختصارات بتاعت تسمية الملفات في الكود البريطاني. ممكن تعمل داونلود للكود البريطاني من رابط أسفل الفيديو، أو بمقربية إن شاء الله العدد 19 تلاقي فيه الحاجات دي بالتفصيل.